يا هلا حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اول ما نبتدي الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم جبت لكم منتج جربته شخصيا، وانا دايما اجيب لكم حاجات انا استخدمتها بنفسي طبعا، وعجبني جدا. وكيف كل مرة قلت لازم أعمل لكم فيديو عنه وعن هيدي المجموعة للعناية بالشعر، مجموعة أمالفي مثل ما بتشوفونها بالفيديو. أنا استخدمت البلسم والشامبو، وأنا من الناس اللي بتصبغ شعرها كتير، فهو أفضل مجموعة للحفاظ على الشعر بكل صراحة بعد استخدامي إله. فما شاء الله عجبني كتير، ينفع بعد الصبغة بعد أي شيء، ومتوفر بجميع المحلات. وشامبو أمالفي خالي من الكبريت، ومجموعة فيها بلسم وفيها شامبو مثل ما قلت لكم، يصلح للشعر الجاف والتالف والمجعد والمتقصف والمتساقط الدهني، يعني لجميع أنواع الشعر. هو إسباني ويحتوي على بروتين وكيراتين طبيعي. الجميل فيه أنه كيراتين طبيعي وبروتين طبيعي، مو مثل اللي بيستخدمونها بالصالونات هي اللي بتقضي على الشعر نهائياً. بيدي عناية للشعر كاملة، ترطيب وتكثيف أيضا. هو الحل الأمثل للحفاظ على شعرك وللاستخدام اليومي، والبلسم تبعه بيديك تسهيل وسهل للتصفيف، يعني سهل لشعرك لتصفيفه بتركيب طر خفيفة طبعا. وكل ما بتستخدمينه بصراحة بتحسي شعرك هيك داكي نعومة، وتحسيه منعش، يعني حتى لما تدخلين أطراف أصابعك فيه بتحسينه منعش. فهيدا بصراحة موثوق جدا جدا، وعجبني الحصول على شعر لامع ويلمع. وحلو أيضا أنه بيدي رائحة هيك طيبة، يعني عطرية ومنعشة، يديكي رائحة طيبة بتظل تقريبا باليومين وهي بشعرك. هيدي الرائحة رائحة طبيعية من مكونات الأفوكادو، فمثالي للشعر بصراحة، للشعر المجعد، يرطبه ويغذيه وينعمه، ويساعد أيضا على رطوبة الشعر الطبيعية. يعني أي واحد في شعره عنده رطوبة طبيعية تبعه بيحافظ عليها هيدي الرطوبة. شامبو وبلسم أمالفي بخلاصة الأفوكادو، وفي أنواع أخرى بخلاصة جوز الهند، مو متذكرة كتير، المهم فيه أنواع كتير. هذه الخلاصة الطبيعية الجميلة. هو نوع إسباني يا جماعة مثل ما قلت، وبيحافظ على الشعر، ومخصص للشعر المتعب، وبيساعد يعني الشعر على أنه يرتاح بعد الصبغة بعد الكيراتين. لو عملتي كيراتين أو عملتي بروتين بيساعدك أيضا للحفاظ عليه. أنا استخدمتهم الاثنين مع بعض، واستخدامه سهل. كنت قبل بستخدم شامبو بصراحة هو حلو لكن ما عجبني، فاستخدمت مجموعة أمالفي عجبتني جدا. أنا ما بسوي إشهار ولا بسوي أي شيء أبدا، أنا بقول شيء جربته أنا بنفسي، وأنا من النوع اللي بيصبغ شعره، يعني شعري كان تالف جدا. فأمالفي ما شاء الله نفعتني كتير كتير. بستخدمهم الاثنين مع بعض. بغسل شعري عادي بالمية، وبعدين أحط عليها شامبو مدة 10 دقائق وأنا بفركه، وبعدين يعني أغسله عادي مثل ما بتغسلون شعركم بأي شامبو. وتاخدين البلسم، تاخدين شوية بيدك وتحطينه على شعرك، وبتفركيه مدة 3 دقائق وبتتركينه شوي بشعرك. وبعد ذلك تصبين عليها الماء اللي بهي، خلص يطلع كل الرغوة اللي كانت موجودة.
وبعد ما تطلعين من الحمام من الأحسن أنه تكون عندك مشط خاصة بشعرك. أنا بستعمل مشط سيليكون، يعني مشط عادي بس من مصنوعة من السيليكون، يعني أفرك بها شعري كتير منيح. فبصراحة عجبتني هي المجموعة تبعت أمالفي، وحبيت أني أديكم عليها رأيي بصراحة. اللي شعرها متعب، اللي شعرها متساقط، اللي شعرها مجعد، اللي كانت عاملة صبغة، اللي كانت عاملة كيراتين بروتين، أنصحك ثم أنصحك بمجموعة أمالفي. أنا جربتها والعبوة يعني بتكفيك إلى وقت، عبوة ما شاء الله هي في الصورة مبينة صغيرة لكن لا هي كبيرة شوي، وبتنفع لمدة إذا استخدمتها بس لنفسك. بالعبوة بتحتوي على 250 ملي. ففيها كمان نوع الأفوكادو ونوع الجوز الهند، كمان جوز الهند كتير حلو وبيغذي الشعر، وخصيصا تبع أمالفي بجوز الهند خصيصا للشعر الخشن. يا جماعة للشعر الخشن، العبوة تبعه مو مثل هي خضرة، عبوة تبعه على ما أظن بيضاء أو بني هيك، خصيصا للشعر الخشن. وكلهن بينفعوا سواء الخشن أو كلياتهم للشعر المتعب. فبنصحكم فيه يا جماعة، وهيك إن شاء الله أكون فدتكم فيه. إن شاء الله حبيبي نتلاقى بفيديو تاني. مع السلامة حبيب قلبي، في أمان الله.